وهو في الحقيقه كان استشراف لهادشي اللي كتعرفوا الجماعه كنقطة استقرار ولا نقطة التوطين الأولى الوافدين على طنجة واللي جاي دخول مدرسي هذه أنا نوعدك السنة الجاية ما نطيحوش هذا الغلط ناقشوه باش يجتمعوا أعضاء ويجتمعوا المديرين ويشوفوا الوضعية اللي عندهم والخصص اللي عندهم قبل ما نتفاجئوا في الدخول المدرسي هذه ونطلبوا الله خير ما نفتحوش دار الفتاة بنيو مدارس جداد في المستوى في المعايير ديال السكينة ما نبقاوش ديك اللي نمشيو للحلول التوقيعية نبنيو على السيد قال إشكال عاود في بلون داميناجمون ها الإدارات كيتشكاو ماشي حنا ولا المواطنين راه هو السالوت كلشي دابا ملي تجي تبني مدرسة كتجبر بلون داميناجمون فيه شكل وخا الملك يكون جماعي ولا الحبوس ولا كتجبر اشكال في الترخيص ديال ديك القطعة طب الله نضربكم في هاد بلون داميناجمون كذلك مجمع الراحة خصنا نبنيو عين الجامع ها هو خصنا نبنيو عين الجامع الناس ما كتسمعوش الأذان وما كتمشيش تصلي هادي الضحى ما عندهم فين يصليو الله يسمح لنا بالنسبة ليا علاش بلون داميناجمون ما كاينه القطعه الارضيه في ملك الجامعه ولكن وهذا ان شاء الله كذلك نتابع واش نقولهم التصويت هذا الجوده ديال التعليم في المؤسسات الخصوصيه في جامعه بزناد هذه بغيت نوقف عليها الاكتظاظ في المؤسسات الخصوصيه مراقبه الجوده ديال التعليم المؤسسات الخصوصيه التكوين المستمر ولا التكوين ديال الاطر التربويه الرحلات هي تحت من الخطين اللي كتنظم في ايام العطل القصيره السبت والحد واللي كتنهك التلاميذ وكتنهك الاطر التربويه اذا بزاف ديال الاسئله كتطرح على التعليم الخصوصي بجامعات بزناد. نحن كمستشارين لم نعد ملكا لانفسنا بل اصبحنا ملكا للساكنه لذا وجب علينا ان نكون على قدر هذه المسؤوليه وهذه الثقه هنا كنسد الخط. حنا ما عملناش في الاعتبار ديالنا ان هذا التاهيل ديال البنيه ديال جامعه بزناد راه تستقطب بالضروره الناس. وهاد الناس اللي غادي يجيو خصهم يوجدوا الحجره والقسم والطاوله في قرار الوليدات ديالهم ولكن نقدروا نقولوا هاد السنه هذه هي هاد السنه 23 24 مر هاد الدخول المدرسي بصعوبه هاد الامور اللي كتهم السير ديال الجامعه جامعه زناد الحمد لله عرفت واحد الطفره ما هي نقولوا من حيث البنية التحتية ولا المرافق ولا جميع الأمور الحمد لله كنا رجعت من الجامعات الرائدة في التنمية وهذه بشهادة الجميع ومن هذا الدور كنشكرو كل من ساهم في هذا التغيير أولهم سيد الوالي مشكور على العمل ديالو الخدمة ديالو داخل تراب الجامعة اللي أدى واحد الدور كبير بزاف في تنمية الجامعة لولا ما كنا وصلنا إلى هذه الحالة هذه وجميع المتداخلين من بي دي ان ومن مصالح أخرى الوزارات المعنية في الاتفاقية المشروع اللي عندنا ماشي مشروع وهو ضرف اللي عندنا ديال الجامعة اللي مقبلة عليه وهو بلون داميناجمون وهو حديث الساعة بلون داميناجمون ديك الزنايا راه هو في المرحلة الأخيرة بحال اللي جالس منك في المجلس ديال الوكالة الحضارية راه إن شاء الله الشيء المقبل غيكون في هذا نفس الشهر ما نعطيوش التاريخ بالضبط
الحجم ديال الاشكال ديال الكونتاميناجمون ديال الخزنايا فكان وصلنا وهادشي راه عارفينها السلطات وعارفين وكيقوموا بالواجب راه خدامين ديال الوكاله العقاريه اللي سيد الوالي مشكور على انزال هاد التصميم تاعي جامعه الزمايل اللي كنقولوا راه 118 مليار اللي تخسرات على الجامعه خصكم تاع التصمير ان شاء الله غيواكب هاد التغيير اللي وقع للجامعه. دونك مشروع احداث الخط الاول ذو المستوى العالي من الخدمه فهو يهم استخدام حافلات ذات مستوى عالي من الجوده وذات طاقه استيعابيه اكبر حيث انه يصل الى 21 متر فيما ان الحافلات العاديه اللي عندنا مثل تصل الى 12 متر. هذه الحافلات لها جودة عالية أعلى من الجودة التي نعرفها في الحافلات العادية وسيكون لها مسارات خاصة بها ما سيكون لها خدمة عالية وسرعة أكثر. هذا المشروع ديال الخط الأول حافلات عالية الجودة أو الحافلات السريعة سوف يربط بين طنجة البالية إلى غاية المستشفى الجامعي سي أش أو مرورا بمحطة الحافلات برياض تطوان ثم مرورا بطريق الرباط بكزنايا بيان سور الى ان يصل الى سي اش بي او المستشفى الجامعي. انتشار ديال الموظفين وتكوين مستمر ديال الموظفين والى هناك شي موظف اشبع السيد الرئيس هادو يسيئون السمعه ديالنا وسمعه البلاد ويستنزفون الموارد الموارد الماليه ديال 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 الدوله وبالتالي كيخصنا نقضي عليه وهذا الدور ديالكم السيد الرئيس ونطلعوا له. شكرا. اييه كاين خلل في بعض الاقسام دابا كمال لله ولكن عندنا قانون كيأطرنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا ما كسبت عليها ما كسبت. احنا كنقولوا احنا هادشي هذا خصو يتصلح من الاولويات ولكن باش غيتصلح قانون التنظيم وكان خلل عاود نكوزو ونناقشو هذا بكوزو التصوير فين كاين الاشكال. احنا الحمد لله مكتب واحد مجلس واحد ما عندنا معارضه ما عندنا كامل بحال اللي كنقول كامل رؤساء والو بدلو غير الكراسه باش نكونوا فاهمين الخصاص ديالنا كاملين خاصه الساكنه شي الموظف باش نقولها ونعاودها طبيب فين هو في السبيطار ما كاينش عاد كنجيبو الجامع طبيب الاشكال هذا وطني ماشي باش يجي لك الجامعه يدير التصريح الدفن تشن على الطلبة ما كاينش. حتى البرنامج المندمج هو فعلا استجاب لواحد المجموعه ديال التساؤلات كاع الساكنه ولكن بدو غير كافي وهذا غادي يجر من واحد جوج المعطيات الاولى، اولا التعامل مع المنتخب، المنتخب هو عضو في مجلس تدبير المؤسسات التعليميه، والمفروض ان المجلس يزود لائحه المنتخبين، والمنتخب المؤسسه، حنا غنزودوا